عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. كشفت قيادة عمليات البصرة اليوم الاثنين عن هدف العمليات الأمنية الواسعة على الشريط الحدودي مع الجارة إيران، فيما أكدت أن العملية دخلت يومها الثالث على التوالي. وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي أن قيادة عمليات البصرة اعتقلت عدد من المطلوبين في المحافظة في عملية عسكرية تجريها لليوم الثالث على التوالي لتفتيش المناطق ومصادرة الأسلحة، لافتا إلى أنه أثناء العملية ومن منطقة أم الرصاص في الشريط الحدودي من جمهورية إيران أن العملية ستستمر حتى إلقاء القبض على جميع المطلوبين ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة. وبين الماجدي أن العملية التي بدأت منذ 3 أيام مسنودة من طيران الجيش العراقي لغرض تعقب الخارجين عن القانون ومراقبة الحدود وتأمينها، حيث أن هذه العمليات مجموعة فعاليات أمنية تقوم بها قيادة العمليات والقوات التي تعمل تحت أمرتها. وأضاف أن العملية كانت فيها خطة مرورية أيضا تمثلت بإشراك مفارز من المرور لغرض ضبط العجلات غير المسجلة والمخالفة مع من يقودها، وبالتالي كانت خطة متكاملة هي نتاج الخطط السابقة التي أعلنتها القيادة في أوقات سابقة. موضحا أن العملية الجارية حاليا تضمنت أو ستتضمن تفتيش الأهوار لغرض تأمينها كونها مناطق مهمة وخاصرة أمنية للمحافظة.